ذهبت لشراء دواء لأختها حزن يخيم على مصر بسبب عروس ماتت قبل زفافها بأيام. حالة من الحزن عاشتها أهالي قرية إهناسيا الخضراء محافظة بني سويف بعد وفاة ابنة القرية إيمان عماد قبل أيام من زفافها في حادث سير بمحافظة الفيوم أثناء تواجدها هناك لشراء أدوية لشقيقتها المريضة لعدم توافرها في صيدليات محافظتها. وشهد أهالي القرية العروس الجنة كما أطلقوا عليها، وقال طه صفي الدين أحد أهالي القرية إن إيمان كان يشهد لها كل أهالي القرية بالأدب وحسن الخلق والتفاؤل، مشيرا إلى أن وفاتها أوجعت القلوب وأدمعت العيون وأحزنت النفوس وغيبت الفرح بين الأهالي ما بين طفل وشباب وفتاة وكل من يعرفها. ونشر خطيبها أحمد سعد طلبة نعيا قال فيه: يشهد الله إني لم أرى منك إلا الخير والاحترام والأخلاق والقرب من الله والالتزام. فراقك صعب والأصعب إنك هتوحشيني باستمرار، والأصعب إنك نطقتي كلماتك الأخيرة ولفظتي أنفاسك الأخيرة بين يدي. اللهم إني لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه. الله يرحمها ويحسن إليها، عروسة في الجنة إن شاء الله.